52 دولة في العالم كان عندهم بساتليت الجمعة هذه، ولو 53 دولة في العالم لأنه انضفت لهم تونس بقمر صناعي تونسي 100%. هذا الحاجات اللي فرحتنا واللي دارت كل وسائل الإعلام العالمية. اليوم باش نستدعاو 4 من الشباب هذم باش نحكيو معاهم، باش نحلموا معاهم أنه تونس نجم ديما تتحسن، وباش نشكروهم زادا. نقدروا في الكل في تكلفة 5 مليون دينار، أما نأكدوا لك سينوفل أنه التكلفة هذه أقل برشا من ان لو كان مشينا اشترينا ساتيليت. احنا فرحانين خاطر في بلادنا الخطوه الاولى عملناها في مجال تصنيع، ما عملناش خاطر اغلبيه البلدان يبداو الخطوه الاولى نتاعهم في الفضاء يمشي يشري. تونس ما صنعتش كهرباء، مش معناها لي انجينيور نون با لي كومبيتونس باش يصنعوا كهرباء، بيتيتر ما فماش لي كاباسيتي دو برودكسيون الكهرباء. شفنا الثمره نتاع الخدمه نتاع السنين اللي تعدت الكل. هي فعلا نقابة في اي بي، تعرف على الجي بي؟ معظم الادوار النسائية تتعطى على حساب الفيزيك والجمال، الموهبة ما عادش مقياس اساسي، نعم ام لا؟ نعم. قلت نحب ولدي يعيش في امان. فما من نوال. تونس ماهيش امان اليوم ولات؟ الحقيقة ما عادش نحس بالامان كما قبل في تونس. ديفيني انستغرام واش تقلقك؟ اي الحقيقه معناها كان سي مون جوب هذيك هو. علاش قلقني؟ خاطر شنيا معناها تطيح قدر ولا فهمت؟ ابا علاش تشري عكاز ب 27 مليون؟ لا لهالدرجه مغرور؟ لا تهدالي عكاز هديته لي اخت الرئيس السابق. لقحت انت؟ اي فاكسيني. فاكسيني وين؟ في ابو ظبي. في ابو ظبي قيت لقحت طول سي ما قيتش، تمشي وكاهو تمشي تلقح وكاهو. من غير تقييد كل شيء زاد الا رواتب الممثلين، معناتها الكاشي نتاع الممثل ما يتبدلش. من غير تليفون تنجم تعيش؟ نجم نعيش وجربتها راني معناها. سلام عليكم. عاود نرجعوا للغادي. قداش تدخل في الشهر من الانستغرام؟ مصطفى الدلاجي ديما ويلمح لك وكذا وكذا. رينيك في عرس هيثم هاني في وطيه ولا كذا، طلعتوا وتغنيوا مع بعضكم وكذا، كيما هنا في عرس باش تغنيوا عليه العرك يا نور. بعد مسلسل عمارة في تونس خرجت اشاعات انه غانم ياخذ 500 الف دولار، والاخر يقول ياخذ 2 مليون دولار. لا غالي فك علينا ما عادش نعيطوا له، وانا راكش في قربه وقت على روحي. شيبه، هل صحيح عندك ريستورون ويجيوك برشا سياسيين؟ علاش تحت حسمس؟ صار تهديد جدي بالقتل وعملنا قضية في تونس وبعد ياك الفوضى بتاع 2012. تجاوزت الأجيال القانونية للمهرجان وكليبك أحضر بعد الأجيال، ولكن لأنك نور شيبة ومعروف فرحوا بيك وخليوك تتجاوز القانون. يا حبش بيك وصيتك ما سمعت كلامي، راحوا ماليك يا وسوقك ما عادش حامي. ديما لاباس مع نوفل الورتاني كل نهار سبت التسعة غير ربع متاع الليل على التاسعة.